هناك قصة شهيرة غالبا ما نعتبرها قصة للأولاد، بل أرى أن فيها مغزى من المهم جدا أن ندركه. كان يسوع في أريحا وقد أمضى بعض الوقت فيها، وكان جمع يتبعه، وفيما راح يتنقل حول المدينة برفقة الجمع وصل إلى ضواحي أريحا، حيث صادف رجلا صغير القد اسمه زكا، وكان زكا عشارا، فكان يجبي الضرائب للحكومة الرومانية، بل كان يهوديا، وبما أنه يهودي لم يكن محبوبا من أمته لأنه جبى الضرائب للرومان، وكان قصير القامة، ولست أكيدا إن عسر ذلك التعامل معه، بل واضح أن قصره شكل مشكلة. وسمع أن يسوع قادم، وكونه قصير القامة صعد إلى شجرة تدعى جميزة وجلس على غصنها، وتفيدنا نسخ أخرى أنه صعد إلى تينة، بل تسلق الشجرة حتى إذا مر يسوع يراه. ولما مر يسوع من تحت الشجرة حيث كان زكا جالسا، كلمه المسيح قائلا له: انزل يا زكا. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب، أعطي نصف أموالي للمساكين. فلتدركوا أمرا أحبائي، لقد كلم زكا قائلا له: انزل يا زكا. فأجاب زكا: يا رب، أعطي نصف أموالي للفقراء. حسنا، وتابع: وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ما أحاول أن أشرحه لكم هو أن زكا ولما منح قلبه للرب وقبل المسيح، دخل الروح القدس حياته للحال، وأبرز فيه ثمر الروح، لأنه قال: يا رب، سأعيد كل ما أخذت، سأرد أربعة أضعاف. وهو نطق بهذا الكلام إذ ترسخ ثمر الروح في حياته. واسمعوا بما أجابه يسوع. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، حصل خلاص لهذا البيت. وهكذا في حياتي وحياتكم، عندما نقبل يسوع المسيح كما أشرنا في لقاء سابق، عندما نقبل يسوع المسيح يعطى لنا الروح القدس حالا وليس في وقت آخر. فعندما تقبلون يسوع المسيح تنالون الروح القدس، وحين يدخل الروح القدس حياتكم لابد أن يحدث تغييرات في حياتكم. هذا ما يجب أن يحصل. فكما أحدث الروح تغييرا في حياة زكا، هكذا يحدث تغييرات في حياتنا. وأما ثمر الروح، وعدد الثمر تسعة، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. فعندما يستقر ثمر الروح في حياتنا، هو يحدث تغييرات جذرية في طريقة تصرفنا أنا وأنتم. فهذه وظيفته، هو يحدث تغييراً في عيشنا لحياتنا يوماً بعد يوم، وطريقة تعاملنا مع بعضنا، وطريقة تعاملنا مع الآخرين. هذه هي وظيفة ثمر الروح الذي يستقر فينا. بل ينمو الثمر أحبائي طبيعياً، ينمو الثمر طبيعياً، فينمو التفاح على شجرة التفاح لأنها شجرة تفاح، وينمو البرتقال على شجرة البرتقال لأنها شجرة برتقال. هكذا المسيحي بيننا الذي وهب قلبه للرب ينمو فيه ثمر الروح طبيعيا، إذ يعمل الروح القدس في حياته. فلا تقول شجرة التفاح في نفسها: علي أن أنتج تفاحاً، بل تنتج تفاحاً لأنها شجرة تفاح.
حسناً، وأنا تلميذ ليسوع المسيح، أنا له. لذلك ولأنني من أتباع يسوع المسيح، فالنتيجة الطبيعية للالتزام هو ثمر الروح. هذا ما يجب أن يحصل، ويطلعنا الكتاب كيف يحصل هذا ويستقر في حياتنا. اسمعوا، نقرأ: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. لا يأتي بثمر ينزعه، بتعبير آخر، إن كنتم كرمة ولستم تأتون بثمر فسوف تنزعون. هذا ما سيحل بكم لأنكم لا تأتون بثمر، بل علينا أن نأتي بثمر. حسناً، هذه وصية الكتاب: وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. سأفتح قوسين هنا لأشرح لكم تفصيلاً مهماً. نقرأ: أن كل غصن يأتي بثمر ينقيه. من الذي ينقي؟ فلتدركوا جيداً أن الله ينقي لا أنتم. صادفت حالات كثيرة حيث ظن أفراد الكنيسة أن تنقية أحد هي من مسؤوليتهم. ليست هذه مسؤوليتكم، بل مسؤولية الله. هو الذي ينقي، وهو ينقينا لنأتي أنا وأنتم بثمر أكثر. لهذا السبب ينقينا، وبالتالي فالضيقات والعقبات التي نواجهها أحياناً تكون صعبة بل ضرورية لكي نحمل أنا وأنتم ثمراً أكثر. حسناً، هو الكرمة ونحن الأغصان. إن كنت سآتي بثمر، ماذا علي أن أفعل؟ أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه، هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. فإن أردت أن آتي بثمر، علي أن أثبت في الكرمة، لأنني وإن لم أثبت في الكرمة لن آتي بثمر. أحبائي، إن منحتم قلوبكم للمسيح ولم تمضوا وقتاً معه، فلن تأتوا أبداً بثمر. الأمر بسيط. وكيف أثبت؟ كيف أثبت؟ تثبتون كما يلي. اسمعوا كيف تثبتون في المسيح: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. إن أردتم أن تأتوا بثمر فلتكرسوا وقتاً للكلمة. فلا يجوز أن تفكروا أنتم أتباع يسوع أنكم ستأتون بثمر دون أن تكرسوا وقتاً لكلمة الله. وعليكم أن تعوا حقيقة أنكم وإن لم تأتوا بثمر، ماذا سيحل بكم؟ ستنزعون حتماً. هذا ما نقرأه: إن لم تأتوا بثمر فستنزعون. إذن فالمسألة ليست مسألة أن تريدوا الإتيان بثمر أم لا، بل المسألة هي ضرورة أن نثبت في المسيح. ومتى ثبتنا في المسيح نأتي بثمر. وتثبتون في المسيح عندما تكرسون الوقت لكلمة الله. إذن ليس بين انشغالاتكم الكثيرة ما هو أهم من حياتكم الروحية. أتعلمون ماذا يقول الكتاب؟ أتعلمون ما قيمة الجسد بحسب الكتاب؟ ها؟ يقول إن الجسد لا يساوي شيئاً، وبالتالي فالروح هي القيمة، وتتغذى الروح بكلمة الله. نقرأ: ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. إذن علي أن أكرس الوقت لكلمة الله، وأن أسلك كما سلك، وأن أتبعه، وأن أتعلم كيف أسلك بالروح. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضاً بحسب الروح. إذن أحبائي، بهذه الطريقة أنا وأنتم نحصل الغذاء.
إنجاز القول. مثلما تحصل الشجرة غذاءها من أشعة الشمس والمطر وغيرهما لكي تنتج ثمراً، هكذا أنا وأنتم نستمد غذاءنا روحياً من كلمة الله، وهذا ما يجعلنا نأتي بثمر. هل كلامي واضح؟ وعلى هذا النسق تحدث الأمور في حياتنا، فهو ثمر الروح الذي يغير طبعنا. سأطلعكم على أمر: لن تصبحوا محبين أكثر إن قلتم سأكون محباً أكثر، فهذا لا يجوز. ما يجعلكم محبين أكثر هو روح الله، فهو يغيرنا، هو ثمر الروح الذي يغير حياتنا ويمنحنا كل المزايا التي لا نتحلى بها، فيزرع المزايا التي تخص الله في حياتنا مجدداً. هناك تسع مواهب للروح، ومواهب الروح التسع هذه تتوزع على ثلاثة أقسام، وسأتحدث عنها ضمن ثلاث مجموعات. حسناً، مواهب الروح تسع لكنها تتوزع على ثلاثة أقسام، ثلاثة مجموعات مختلفة، وهي مقسمة كالتالي: المجموعة الأولى تضم محبة وفرح وسلام. محبة وفرح وسلام، هذه المجموعة الأولى، تأملوا بها جيداً أحبائي. فمجموعة الثمر هذه، المجموعة الثلاثية هذه، تتناول علاقتكم مع الله. فهذه المزايا تحدد علاقتكم مع الله: المحبة والفرح والسلام، هذه تترسخ فينا، وهكذا بفضل ثمر الروح أنا وأنتم نصبح محبين. هذا ما يحصل. نقرأ هنا: وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. لكي أنا وأنتم نعرف محبة المسيح التي تفوق المعرفة. فنوع المحبة هذا ليس نوعاً نشأنا عليه، إنجاز القول، فليست هذه محبة أبوية، وليست محبة لشخص آخر، وليست أي محبة نعرفها، بل هذه محبة الله، وهذه المحبة تفوق بأشواط المعرفة البشرية. لأجل عظمتها فتأملوا بهذه المحبة التي تجسدت بالمسيح، لأنه هكذا أحب الله العالم. والحديث عن محبة تفوق إدراكنا، بل هي محبة يتوق الروح أن يمنحكم إياها، وهي إحدى مواهب الروح. وإذ تفتحون قلوبكم وتكرسون وقتا لكلمة الله، يدخل نوع المحبة هذا إلى حياتكم، وتتعلمون أن تحبوا، تتعلمون مثل ما يريدكم الله أن تحبوا. وللبعض منا يستلزمهم جهداً أن يتعلموا أن يحبوا كما يحب الله، لأن معظمنا نقول: سأحبك إن أحببتني، وإن لم تحببني فاحترس. هذه طبيعتنا، لكن ليست محبة الله هكذا. والعديدون يأخذون الكتاب المقدس ويبادرون إلى قراءته على ضوء محبتهم الخاصة، بدلاً من قراءته على ضوء محبة الله. فمحبته عظيمة، اسمعوا، المحبة تتأنى فلا ينفذ صبرها ولا تضيق ذرعاً وترفق. المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. هل فكرتم بهذه الصفات قبلا؟ هل فكرتم بها؟ بأن المحبة لا تحسد، بأن المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تبدي نفسها، بل هي تنكفئ،
ولا تنتفخ أبدا. أترون موقفكم هنا لا يحدث فرقا، فالمحبة لا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. هل تقيمون محبتكم؟ نحن نتحدث عن محبة الله، فهل تقيمون محبتكم وترجعون تصرفاتكم؟ لأنني أؤكد لكم أنني وعندما أقرأ هذه اللائحة أحس بتقصير شديد، فأنا لا أقترب حتى من مضمون هذه اللائحة. هكذا هي محبة الله، وهو ذا نوع المحبة الذي يريدنا أن نحصل عليه. ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. هذه هي المحبة التي يكنها الله لي ولكم، وهذه المحبة أحبائي، هذه المحبة متوافرة لي ولكم من خلال الروح القدس، وتتحمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. هذه صفات المحبة. المحبة لا تسقط أبداً، هي ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً، هو ذا نوع المحبة الذي يكنه الله لي ولكم. خلال أحد الاجتماعات مرة تقدم مني ثنائي سيدة ورجل، وكانا يحضران بانتظام، وكانت السيدة أكبر سناً من الرجل، وبمرور الاجتماعات تقربت منهما وعرفت قصتهما. فذاك الرجل قتل والد سيدة، قتل والدها، وهي قصدت السجن وتدبرت أمرها لتقابله وسامحته، سامحته على قتله والدها، ثم عادت ودرست معه إلى أن سلم قلبه ليسوع المسيح. حسناً، هذه محبة، وهي محبة لا تشبه المحبة التي نعرفها، بل هي محبة يمنحها الله، يمنحها لي ولكم. إن بادرنا إلى فتح قلوبنا سامحين للروح القدس بالدخول، اتفقنا؟ وبعد المحبة الفرح، نقرأ: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. بتعبير آخر يترسخ في الفرح، تترسخ السعادة في حياتي. أنا أؤكد لكم إن كانت علاقتكم مع المسيح لا تدفعكم للغناء عند الاستحمام، فهناك خلل ما، فالعلاقة معه تمنحكم الفرح، تجعلكم سعداء، فترسخ سعادة في حياتكم بغض النظر عما تمرون به. أسمعتم؟ بغض النظر عن ضيقاتكم وبغض النظر عن متاعبكم، لابد من وجود هذا الفرح، وعليه أن يترسخ في قلوبكم ويمكث في قلوبكم بغض النظر عن الظروف التي تعيشونها. وخير مثال على ذلك مثال بولس وسيلة. كان بولس وسيلة في فيليبي وقد ضربا، اتفقنا؟ لقد ضربا وألقيا في سجن إفرادي وقيدا وخضعا للحراسة، وهذا ضيق. أتدركون ذلك؟ هذا ضيق. وعند حلول منتصف الليل، أتعلمون ما كان يفعلان؟ كانا يرنمان. لماذا؟ لأن الفرح ملأ قلبيهما، امتلأ قلباهما بالفرح. وعبر بولس عن شعوره في رسالته إلى أهل تسالونيكي، قال:
وأنتم صرتم ممثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير، أي في الأوقات العصيبة الشاقة المدنية. إذا قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، نعم عانوا ضيقات كثيرة بل نعموا بفرح الروح في قلوبهم. تحدثت إلى شاب حضر اجتماعاتنا ومنح قلبه للرب، وقد صدفته بعد سنة وسألته عن حاله فقال بخير، لم أعرف سعادة كهذه في حياتي، ففرح المسيح يملأ قلبي وأنا شاكر جدا لذلك. فسألته هل أمورك ميسرة؟ قال أنا بخير. سألته كيف الحال؟ أجاب خسرت وظيفتي وقد هجرتني زوجتي، وسمى أمرين آخرين، بل أضاف قائلا أنا شاكر للرب للفرح الذي يمنحه المسيح، فهو يسكن في قلوبنا ليملأ قلوبنا بالفرح. أصادف مزيدا من الأشخاص يقولون أنهم مسيحيون ووجوههم بائسة، أنا لا أفهم ذلك. فمحبة الرب من شأنها أن تملأ قلوبهم فرحاً، فيتجاوبون مع هذا الفرح وينمونه، وعلينا نحن أن نفرح ونبتهج، ولا يهمني مدى فداحة ضيقنا. علينا أن نفرح، علينا أن نبتهج، والفرح من مواهب الروح، وهو جزء من علاقتكم مع الله. فلتمتلئ قلوبكم بالفرح، ويمنحنا الروح أيضا السلام، سلاما عظيما. فمن الضروري في حياتي أن أنعم بالسلام وأن لا يتأكلني الهم. اتفقنا؟ واعذروني، لا يهمني أي عمل تشغلون، فلا يجب أن يجهدكم. هل لفت انتباهكم؟ لا تهمني طبيعة عملكم، فلا يجب أن يجهدكم، لأن سلامكم يأتي من المسيح لا من عملكم. لذلك علي أن أشعر بالسلام في قلبي. قد يكون عملي مجهداً، بل لن يسلبني سلامي. اسمعوا ما جاء، ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه، أي حين كان في السجن مقيداً بسلاسل كان مكتفياً، وحين كان في عمق المحيط كان مكتفياً، مهما حل به كان مكتفياً. لماذا؟ لأنه نعم بسلام مع الله. أنا وأنتم علينا أن ننعم بالسلام مع الرب دائماً. سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ذا السلام الذي يعطيه المسيح، وللسلام نوعان، هل لاحظتم؟ ذكر نوعين للسلام، قال سلامي أعطيكم، وهذا سلام يعطيه الله، علينا أن ننعم بالسلام في قلوبنا. فسلامه الذي يعطيه لنا يجب أن يستقر على الدوام في قلوبنا وحياتنا. ولم يكتفي بالقول سلامي أعطيكم، بل قال أيضاً سلاماً أترك لكم، ما يعني ببساطة أنه سيحل السلام من حولنا. حسن لو عم السلام من حولنا وزالت كل المشاكل، بل يوصينا حتى وإن لم يعم السلام من حولنا أن ننعم بالسلام في قلوبنا. نحن أحبائي علينا أن ننعم بالسلام والسكينة اللذين يمنحهما، وهذه هي الصفات التي يزودنا بها الله. ذو الرأي الممكن تحفظه سالماً، سالماً لأنه عليك متوكل. لذلك فلتكرس وقتاً للكتاب. الذي يتوكل عليك، أي الذي يقرأ الكتاب. ومتى داهمتني مواقف مجهدة، متى داهمتني مواقف صعبة،
أنعم بالسلام لأني أمضي وقتاً مع الكتاب وذهني مع الرب وأنا متوكل عليه، من هنا أستمد السلام. الراعي العظيم الراحل تشارلز بيرجون قال مرة: نظرت إلى يسوع المسيح وحمامة السلام طارت إلى قلبي، نظرت إلى حمامة السلام فطارت بعيداً. فكروا بقوله، تريدون أن أكرره؟ قال: نظرت إلى يسوع المسيح وحمامة السلام طارت إلى قلبي، نظرت إلى حمامة السلام فطارت بعيداً. فلتعرفوا أين تركزون انتباهكم، أين تصبون اهتمامكم، بل قد أعطي لكم السلام الذي وحده المسيح يعطيه. هذه الصفات تؤثر على علاقتكم مع الله. المجموعة التالية، مجموعة الثمر، هذه تضم طول أناة ولطف وصلاح، ومواهب الروح الثلاث، هذه أي هذه المجموعة تتناول علاقتكم مع الناس. فهذه الصفات تحدد علاقتكم مع أخيكم الإنسان. بتعبير آخر، عندما يدخل الروح القدس قلبي ينمو ثمر في حياتي يجعلني طويل الأنات ولطيفاً وصالحاً. أتزيى بهذه الصفات فأصبح مثل دانيال الذي وجد النعمة في عيني الله. لماذا؟ لأنه نعم بثمر الروح في حياته. لقد ميز. فلا أعرف أحداً في الكتاب، لا أعرف أحداً في التاريخ نصب رئيس وزراء لدولتين مختلفتين. تأملوا بالأمر. بل لأنه نعم بروح ممتازة، وهذا ما علينا أن ننعم به أيضاً، طول أنات ولطف، أي بتعبير آخر وداعة، صفة حميدة وصلاح، طول أنات ولطف وصلاح. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. بماذا يوصينا الكتاب هنا؟ احسبوه فرحا، وسبق أن تحدثنا عن الفرح في وجه تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، أي طول أنات. فالكتاب يعلمنا جميعا أن نتحلى بالصبر. كم تعذبت لأتعلم الصبر؟ ألم تتعذبوا لتكونوا صبورين وتتعلموا أن تصبروا؟ ألا تريدون أن تنالوا مرادكم الآن في الحال؟ بل علينا بالصبر، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. أن نصبر في ماذا؟ الضيق. أنا أستصعب أن أصبر في الظروف العادية، فكيف أصبر في الضيق؟ بل أنا مدعو لأصبر في الضيق. ما يعني أحبائي؟ لا أعرف إن وصلتكم الفكرة، إن عمل الله في حياتي ضروري لأنني عاجز كلياً أن أتصرف، فيلزمني عمل الروح القدس في حياتي لأصبح صبوراً في الضيق. هكذا يجب أن أكون. وخير مثال على ذلك هو يوسف، فقد كان شاباً يافعاً لا يتعدى عمره 17 ربيعاً، وقد بيع لقافلة من الإسماعيليين في طريقهم إلى مصر على يد إخوته. إخوته قد تخلوا عنه فباعوه وتخلصوا منه. وهذا الشاب أحبائي، بحسب القصة هذا الشاب قد تبع الرب. بالحقيقة لا تذكر كلمة الله أنه اقترف خطأ يوماً. تأملوا بذلك، لا تقرؤون عن أي سوء ارتكبه،
وقد اصطحب إلى مصر وعرض في المزاد العلني، ولدى المزايدة اشتراه فوتيفار وأخذه إلى بيته، وكان ثمر الروح موجوداً في حياته لأنه كان جديراً بالثقة وكان سهل المراس، وهذا دليل على ثمر الروح في حياته. وسلم فوتيفار يوسف مسؤوليات أكبر فأكبر، حتى يفيدنا الكتاب بأن يوسف وكل على البيت كله. عرف شؤوناً أكثر من فوتيفار. الآن وثمر الروح يا أحبائي لا ينمو من دون أن يستغله الشيطان، فلتدرك ذلك جيداً. فقد عينت هذه الظاهرة لدى البعض في الكنائس، لقد رأيتهم يجتهدون ليخدموا الله بشكل مميز، فكانت الكنائس تجتمع وتصلي وتبتهل والرب بارك صنيعها وقد غمرتها بركة الله، وفجأة يحدث شيء لتزول كل جهودها. سأطلعكم على أمر، إنه الشيطان. فيوسف مثلا قد تمتع بروح رائعة وشخصية عظيمة، بل قررت زوجة فوتيفار أن يوسف يعجبها أكثر من زوجها. عليكم أن تدركوا أن الشيطان يستغل الثمر، ولحسن الحظ كان الشاب يتمتع بذهن صاف فأدرك موقعه ولم ينصع، ونتيجة لذلك هذا الشاب الذي تبع الرب وسلك معه وفعل بحسب ما أوصاه، ماذا حل به؟ ألقي في السجن، فقد بيع على يد إخوته وطرح في المزاد، وأخيراً ألقي في السجن. وكنا نتحدث عن الصبر في الضيق، هو ذا الضيق بعينه، ومجدداً وبدلاً من أن يحبط ويتحسر على وضعه ويتذمر من بلائه، مضى وفعل ما أراده الله أن يفعل، فأحب الرب وتبعه ومكث في السجن طويلاً. إلى أن تراءت للساقي والخباز أحلام، تذكرونهما، وكشف الله ليوسف عن معنى أحلامهما، وأعيد الساقي إلى مركزه فيما قطع رأس الخباز، أتذكرون؟ أتعلمون ما قال يوسف للساقي؟ قال له اذكرني. ويفيدنا الكتاب أنه نسيه للتو. وبعد سنتين، بعد مضي سنتين، كان مسجوناً بعد. أتحدث عن الصبر في ضيق، وكان صبوراً فباركه الله وانتهى به المطاف كالمسؤول الثاني عن جميع بلاد مصر. لماذا؟ لأنه بادر وسمح لله أن يعمل في حياته. حسناً، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً. هذا ما يفيدنا به الصبر في الضيق. وتجعل لي ترسى خلاصك، ويمينك تعضدني، ولطفك يعظمني. ولطفك ماذا؟ يعظمني. هذه موهبة أخرى تعطى لنا وهي اللطف. دعوني أكرر أحبائي، عليكم أن تتحلوا باللطف. قال داود إن اللطف هو ما جعله عظيما، فهي موهبة من الروح أن نتحلى بلطف في تعاملنا مع الآخرين من حولنا. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس. كان وديعاً، كان لطيفاً، وأنا وأنتم علينا أن نتعلم أن نكون لطفاء. وأؤكد لكم أن اللطف ليس من طبيعتكم، فهو ليس طبيعة فيكم. معظم الناس ليسوا لطفاء،
معظم الناس هم شديدو الاحتداد، هم ليسوا لطفاء، بل علينا أن نتحلى باللطف الذي هو أحد ثمر الروح، وثمر الروح كفيل بأن يجعلنا لطفاء. نقرأ في الكتاب: وأما ثمر الروح فهو لطف. أحد الأشخاص الذين عرف عنهم اللطف في التاريخ فاشتهر بلطفه وتعاطفه هو أبراهام لينكولن. كان رجلاً لطيفاً وشفوقاً، فقد تعامل الحالة بعد الحالة بلطف شديد مع الناس، وهذا دليل على قوة طبعه، وعلى اللطف أن يكون دليلاً على قوة طبعك. هذا ضروري. وعبد الرب لا يحب أن يخاصم، بل يكون مترفقاً بالجميع. وعبد الرب لا يحب أن يخاصم. حين تواجهون موقفاً المرة المقبلة يدفعكم إلى الخصام والشجار، فلتفكروا ملياً، لأن الخصام ليس من ثمر الروح. فثمر الروح يجعلنا أنا وأنتم لطفاء في أفعالنا، اتفقنا؟ ونقرأ أيضاً: لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. كلمة صلاح المستخدمة هنا تنطوي على معان كثيرة، إذ قد يتصرف الناس بصلاح لأجل المال، فيقومون بأعمال صالحة لأنهم يتقدون أجراً. الصلاح يخرج من داخلنا كأحد ثمر الروح. قلت للرب: أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. قلت للرب: أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. فهو مصدر الصلاح، هو قاعدة الصلاح، وصلاحنا يأتي منه، وصلاحنا يأتي منه. ولنبدأ بالتعامل بصلاح مع جارنا الذي يعيش قربنا. أينظر إليك على أنك شخص صالح؟ هل يرى الصلاح فيك؟ فالصلاح إحدى مواهب الروح، وعلينا بالتحلي به. تذكرون القصة حين نعمان رئيس جيش ملك آرام أصيب بالبرص؟ تذكرون أنه قصد أليشع، متوقعاً أن يخرج أليشع ويضع يده عليه فيشفى للتو. عفواً، لكنه لم يفعل، بل أرسل إليه رسولاً يقول: اغتسل 7 مرات في الأردن، أتذكرون؟ وبالفعل مضى نعمان وفعل ذلك، وقد شفي. وهنا الجزء الأهم، لأنه عندما شفي، أتعلمون ما فعل؟ عاد ليقدم لأليشع هدايا لا تحصى، لكن أليشع لم يقبلها. لماذا؟ لأن صلاحه لم يرتكز على المال، بل استمده من الله، وما فعله لأجله ارتكز على صنيع الله، فرفض الهدايا رفضاً قاطعاً فيما طمع عبده بهدية. نصل إلى آخر الثمر. المجموعة الأخيرة تضم إيمان ووداعة وتعفف. سبق وقلنا إن المجموعة الأولى تحدد علاقتكم مع الله، والمجموعة الثانية تحدد علاقتكم مع الناس، أما الثالثة فتحدد علاقتكم مع أنفسكم الباطنية، بما معناه أننا مدعوون لأن نضع الله أولاً والناس ثانياً وأنفسنا أخيراً. هو ذا ترتيب الله، الله أولاً ثم الناس، أي الآخرون. واسمعوا ما يصنع بكم روح الله. عندما نتحدث عن الإيمان نقصد الأمانة أيضاً. وكان بولس أميناً، نقرأ: فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. كان أميناً فيما فعل. كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. إذن ما يطلبه الله مني ومنكم
هو أن نكون أمناء للرب، فنتبعه ونعمل بحسب مشيئته الأمانة. وأيضا علينا أن نكون ودعاء. كان المسيح وديعا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، كان وديعا. وعلينا أن نكون ودعاء. يقال إن موسى كان أودع رجل عرفه التاريخ. أتعلمون لماذا كان وديعا؟ لأنه حمل عصا الله المزود بالقوة، بل خضع لمشيئة الله. وعلينا نحن أن نكون ودعاء، أي أن نخضع عظمتنا وقوتنا لمشيئته. هو ذا الواجب الذي يترتب علينا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. ضبط النفس، ولضبط النفس وجهان، جسدي، فأضبط نفسي جسديا، ما يؤثر على ملبسي وما يؤثر على حميتي، هو ذا ضبط النفس الجسدي. وأيضا علي أن أضبط نفسي ذهنيا، هذان وجها ضبط النفس. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير من من يأخذ مدينة، مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. إذن علينا جميعا بضبط النفس ما يطال حياتنا جمعاء. كيف أطبق هذه في حياتي؟ سأخبركم، فصوا إلي. يعلمنا الرسول بطرس كيفية التطبيق. ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. هذه هي الخطوات التي أطبق من خلالها ثمر الروح في حياتي. وفيما أفعل هذا علي أن أركز انتباهي على يسوع المسيح. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. عندما أنظر إلى يسوع المسيح ويدخل الروح القدس حياتي ويملأني، يستقر ثمر الروح، يستقر في حياتي، فأصبح أكثر فأكثر فأكثر مثل مخلصي. رجائي أن يكون هذا اختباركم. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, you may send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, Post Office Box 1027, Loma Linda, California, 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Thank you for helping us to bring the blessed hope to millions all around the world.